حلمي إن أنا أسس أكبر شركة أنيميشن في سلطنة عمان، وحلمي ما بيتحقق إلا إذا كان معاي طاقم كبير من المصممين والفنانين العمانيين. طموحي إن أنا أسس الشركات الخاصة مختصة بالجرافيكس تكون على مستوى راقي داخل السلطنة وخارجها. حلمي من لما كنت صغيرة إني أصير مذيعة، كنت دايماً أتخيل مرايا هم جمهوري وأنا أتحدث معهم. حلمي أشتغل في القطاع الحكومي، ومن بعد ما يكون عندي الدعم المادي إن شاء الله راح أفتح لي مشروع كمصمم جرافيكي. حلمي ألتحق بشركة تفتح لي آفاق جديدة وتصقل مهاراتي بحيث أن في المستقبل أقدر أفتح المشروع خاص بي. قبل أن الدورة كنا جالسين في بيوتنا وننتظر الوظيفة، بس لما جينا الدورة وايد تغير تفكيري وحسيت فعلاً اللي المستقبل بالسوق العماني كفنانة. أريدكم تحصلوا على مهارة وعلوم في المجالات اللي بنتكلم عنها هذه، بحيث أن الطرف الآخر هو اللي يبحث عنه. لا توصل المرحلة من المهارات الناس هي اللي تطلب السيفي. السيفي خليكم straight to the point، يعني مثلاً أنا كاتبة هني رسالة بالضبط ماذا أبحث، وين اشتغلت، وين أريد أوصل. دائماً لما تروحون عند الكلاينت سووا ريسيرش عنه، شوفوا شنو المشن والفيجن وسووا أحسن. أول شيء مشروع المحتوى الإلكتروني أتوقع من خلاله تدريب أكثر من 600 شخص، أتوقع من خلاله إنشاء 20 شركة عمانية متخصصة في مجال الفيرتشوال رياليتي والثري. Today what we're going to talk about is virtual reality and augmented reality. Very big words, but they're actually very simple. This is not a lecture. I'm just going to share with you some of the application, what we do, and you've got to do some exercise. شغلتنا ان احنا نشكل قصص. دورة كانت مفيدة جدا، بس اكثر حاجة فادتني هي خبرات المصممين والفنانين اللي كانوا يعطونا الورش التدريبية اللي اعطتني حافز وقوة ان انا اسس شركة الانيميشن الخاصة بي. فكرة اللي بنقدرش نطبقه في الواقع نطبقه في صورتك، في صورة فوتوغرافية، في تصميم جرافيكس، في انيميشن. مثل ما معالي قال، حالياً الجرافيك ديزاين is a huge industry في العالم العربي، خاصةً في الخليج. لكل شخص يريد يصير انتربرينور يعرف إيش نقاط القوة عنده، إيش نقاط الضعف. مثلاً هنا اللي هو إعلان جاجة صفر، لو تلاحظون استخدموا صورة واستخدموا التكست أيضاً، هذا من الفئة الثانية اللي خبرتكم عنها. أكثر شيء استفدت من الدورة في ورشة التصوير، تعلمت تقنيات جديدة. The market to understand the value of social media, they had to come up across of a message of a young girl who believed on herself and believed with the youth and believed with difference. بالاستفادة من كل هذه المهارات والخبرات استطعنا أن نأسس شركة هلو في مجال التصميم الجرافيكي وكذلك التصوير الفوتوغرافي والفيلم ميكنج. في حاجه اسمها اعلانات تشويقيه تسبق الحمل، تعملي فكره بس ما تقوليش المنتج ده بتاع مين، فالناس تبدا في السوق تتساءل. قبل الدوره كنت حاطه في بالي ان التصميم ما راح يحقق لي العائد المادي المطلوب، ولكن بعد الدوره تيقنت تماما ان التصميم ممكن يغير حياتي للافضل. نحن سعداء جدا ان تم اختيارنا للمنحة التدريبية المقامة في دولة المجر والمقدمة من شركة SMB. هذا نتمنى إن شاء الله يعني على نهاية هذه الورشة كل واحد حضر هذه الورشة عنده الدافع أن يكون شيء. هذا إن شاء الله إحنا في الهيئة مثل ما قال هناك برامج مهمة to take you to the next level.